بطلت اروح الجيم لمده اسبوعين وده اللي حصل. في اخر فتره زي ما انتم عارفين ان انا انشغلت بالتقديم للجيش والصراحه ما كانش عندي وقت. اول يومين ما كنتش متخيل ان نفسيتي كانت ممكن تتاثر. بعد ما كنت بصحى الساعه 9 الصبح بقيت بصحى بعد الظهر، وكمان ما بقتش بفطر وبقيت بشرب قهوه على الريق. لما كنت منظم اكلي وباكل اكل كويس بقيت بميل جدا للاكل اللي بره، وفي ايام احيانا بنام من غير ما باكل. للاسف كمان ما بقتش باخد الفيتامينات اللي الجسم محتاجها، والموضوع ده اثر عليا وما بقاش عندي طاقه اعمل اي حاجه. كل مره بقول فيها هبدا بكره وهنزل وارجع انظم وقتي، للأسف بفضل قاعد على التليفون وبضيع وقتي في حاجات ملهاش لازمة. لحد ما قعدت مع نفسي وقررت، قلت ان انا اللي بضيع وقت ومش معقولة ان انا مش هلاقي ساعة فاضية في اليوم. انا قررت ان انا اتحدى نفسي وما استسلمش للأسباب، وبدل ما انزل الجيم ان انا ممكن اتمرن في البيت. واللي ساعدني في الموضوع ده كان برنامج رشاقة، ان هو موجود عليه تمارين كتيرة مختلفة. تقدر من خلال البرنامج ان انت تحدد هدفك لو انت عايز تخسر او تزيد الوزن او تثبت وزنك، وتقدر تحسب سعراتك الحرارية. وفي الاخر كنت عايز اقول لك احنا اللي بنضيع وقتنا بنفسنا، وبلاش نستسلم للأسباب.